Good afternoon, fourth grade. Today we want to talk about little, a little, a few, and few. اللي هم الكلمات التي تستخدم للتعبير عن المعدود وغير المعدود بمعنى قليل. بمعنى قليل. أخذنا طبعا بالقواعد السابقة وبحصص سابقة بالقواعد عن many وmuch. وكنا نحكي many and much معناهم كثير، لكن many للمعدود وmuch لغير المعدود اللي هو الكمية، تمام؟ اليوم نفس الشيء little a little اللي هي للكمية لغير المعدود، أوكي؟ و much sorry و few و a few هي لا المعدود، أوكي؟ ولكن الثنتين أو الكلمات هدول كلهم بمعنى قليل. يعني اليوم إحنا بدنا نعبر عن القلة وليس الكثرة، بدنا نعبر عن القلة يا رابع وليس الكثرة. ركزوا معي منيح القاعدة، ما بدنا نحكي إنها صعبة ولا بدنا نحكي سهلة، هي سهل ممتنع. يعني بدك تركز، بدك تكون مركز معي مزبوط، تمام؟ أوكي، نيجي على a little and little. خليني أقرأ معاكم سطر سطر وأوضح لكم شو معنى الحكي. A little and أو little أو a little تعني القليل أو قليلا، بعض أو بضع، وبالعادة تستخدم كصفة قبل الأسماء غير المعدودة. قبل الأسماء غير المعدودة، شو يعني أسماء غير المعدودة؟ أشياء ما بنقدر نعدها، اللي كنا نحكي عنها قبل هيك بوحدات بحصص سابقة وبقواعد سابقة. الأشياء اللي ما بنقدر نعدها معناته أشياء بتكون ما بتنجمع، أشياء على الأغلب بتكون كمية. على سبيل المثال كلمة information، information معناها معلومات، هي اسم غير معدود في اللغة الإنجليزية، لا جمع له، لا نستطيع إضافة S الجمع لها، ما نحكي informations، لا information خلاص معلومات. عندما نريد القول إنه المعلومات قليلة، بدي أنا أعبر إنه المعلومات اللي عندي قليلة، بحكي يا إما a little information أو بحكي little information. سامعيتكم عم بتحكوا طب أنا كيف بدي أعرف متى أستعمل little ومتى بدي أستعمل a little؟ طيب إحنا اتفقنا إنه a little و little الثنتين معناتهم قليل، وكمان هم الثنتين بيستعملوا لغير المعدود. شو يعني غير المعدود يا رابع؟ للكميات. ممتازين. طيب أنا متى بدي أستعمل a little ومتى بدي أستعمل little؟ عم يحكي لك هون إذا نستخدم كلا الصفتين، عم نستعمل الصفتين للأسماء غير المعدودة. السؤال الآن اللي هلأ سألتوني إياه وعم يدور بذهنكم، متى نستخدم little و little؟ طيب يعتمد الأمر على سياق ومعنى الجملة. ممتاز، معناته أنا لازم بس أفهم قواعد بالإنجليش؟ لا، لازم أعرف المعنى. معناته أي مصطلح بمر معي يا رابع بالكتاب أو بأي مكان، شو لازم أعمل فيه؟ أحفظه، أثبته، وأستعمله بجمل، تمام؟ إذن المعنى مهم جدا. فهمنا قواعد، تمام، ممتاز، لكن إذا ما عندي معاني وما بعرف معاني الكلمات وبتجيني بقرأ جملة ما بعرف شو معناها، مش فاهمها، معناته أكس على القاعدة ولا كأنك فهمتها. طيب يا رابع، تمام. إذا يعتمد الأمر على سياق ومعنى الجملة. إذا كانت الجملة تتحدث عن أمر إيجابي، وإن كان سياق الجملة وسياق الحديث إيجابي، هلأ بحكي لكم شو يعني إيجابي، نستخدم a little. وإذا كانت الجملة تتحدث عن أمر سلبي، وإذا كان سياق الحديث سلبي، نستخدم little. هلأ بحكي لكم شو معنى إيجابي شو معنى سلبي. a little بالسياق الإيجابي بمعنى قليل أو بعض أو بضع، يعني بكف فيه، يعني قليل بس بيكفي. مثال، مثلا انت بدك مثلا تروح مثلا تشرب عصير، ورحت انت حملت الكاسة، هلأ الكاسة فيها شوي لكن بتكفي، يعني بتشربها بترضيك يعني لنصها، تمام، بتكفي. فأنا رح استعمل شو؟ a little. اعتبر انه كلمات a little أكثر من كلمات little، فهي أكثر. حلو الكلام؟ حلو الفكرة؟ تمام. إذن a little هي قليل لكن بكفي، قليل لكن بكفي، هذا معنى سياق إيجابي. طيب little قليل وما بكفي، عشان هيك أنا بحكي عنه سلبي، يعني أنا
بدي اروح اشرب مي، يعني يا دوب يا دوب يا دوب قطرات مي بالكاس ما راح يكفيني، انا ما راح يعني راح اضلني اشعر بالعطش، تمام؟ فانا راح احكي little little water. A little water قليل بس بكفي، ماشي حاله بكفيني، بروي عطشي شوي طيب، لكنه قليل يعني انا بدي اكثر، اذا بلاقي مي اكثر ما بحكي لا بشربها، تمام؟ حلو. مثال المعلومات information، حكينا معلومات غير معدود زي وزي المي. طيب do you have information about the weather today، عندك معلومات عن الطقس اليوم؟ I am sorry I have little information. انا على طول حكيت I am sorry لانه انا استعملت little معناته قليل وما بتكفي، يعني ما بقدر احكي لك اشي، انا يا دوب يا دوب معلومات اللي عندي غير كافية انه انا اوصف لك شو الطقس اليوم او شو رح يصير اليوم بالطقس، ما بعرف هي رح تشتي رح تضلها مشمسة ما بعرف، تمام؟ عرفنا متى بنستعمل a little ومتى بنستعمل little. اعيد a little قليل ويكفي، little قليل ولا اوكي ولا يكفي. حلو تمام، نروح على اللي بعده. اوكي خلينا نشوف هذا الكويستشن. Do you have information about the weather today؟ هل لديك معلومات عن الطقس اليوم؟ Sure I have a little information I can share with you. أكيد عندي معلومات قليلة أقدر أتشارك أنا وياك فيها. شوف كيف تغير المعنى هون، معناته مع أنه أنا معلوماتي قليلة لكن a little قليلة بس بتكفي. والله سمعت أنه درجة الحرارة كذا بس ما بعرف انه رح يتغير الجو ولا لا، يعني انا اعطيتك شوية معلومات، تمام؟ حلو كيف انا ميزت بين a little و little. تمام طبعا رح نتطرق هلأ للفرق بين a few و few. A few and a few يستعملوا للتعبير عن المعدود، اذا تعني قليل، هي معناها قليل مش معناها كثير، لا بس تستعمل للمعدود، زي مثلا كلمة students طلاب هو اسم معدود ماشي ويستعمل مع المعدود أو هو عبارة عن معدود. لكن هلأ بدي أشوف أنا كيف بدي أستعمل a few and a few. نستخدم كلا الصفتين few and a few الأسماء المعدودة. السؤال الآن متى نستخدم a few and زي ما عملنا ب little و little. يعتمد الأمر على سياق ومعنى الجملة، إذا كانت الجملة تتحدث عن أمر إيجابي أو سياق الحديث إيجابي نستخدم a few زي ما عملنا قبل شوي. a few عدد حروفها أكثر معناته هي قليل بس بكفي، few عدد حروفها أقل قليل وما بكفي، قليل وما بكفي. لكن شو الفرق بينها عنها عن little و a little؟ إنها بتيجي مع الأسماء المعدودة، تمام؟ إذا a few قليل بعض أو بضع وتدل على الكفاية، a few أو few قليل أو ليس بكثير، قليل جدا تقريبا لا شيء، يعني إشي لا يذكر وتدل على عدم الكفاية. مثال خلينا نشوف المثال مع بعض. المثال كالتالي. أوكي. أوكي المثال ناس أو الناس people اسم معدود. Unfortunately there are few people learning English. لسوء الحظ هناك قلة من الناس تتعلم الإنجليزية. Unfortunately معناها للأسف. ما دام أنا استعملت unfortunately معناته الكمية قليلة جدا، يعني عدد الناس اللي بتعلموا إنجليزي قليلين جدا، يعدوا على الأصابع. طبعا هذا بالجملة، يعني احنا نحكي كمثال، تمام؟ لكن إذا حكيت I am available for a few minutes، أنا رح أكون موجود أو متاح لبضع دقائق. لما أنا أحكي لبضع دقائق معناته هي الكمية إيش؟ كمية دقائق قليلة لكن يعني بدها وقت، يعني بضع دقائق يعني ممكن يوصلوا لخمس دقائق أو عشر دقائق، تمام؟ قليل لكن يعني في وقت معين لازم تعطيني إياه عشان أنا يعني أكون متاح إلك وأقدر أنا أحكي معك، تمام؟
إذن وصلت الصورة. متى أنا بستعمل a few and few؟ طيب متى بستعمل a little and little؟ Okay, let's go to the workbook at page number 94. خلينا نطبق على القاعدة. Okay. Exercise number one. Complete the sentences with a few or a little. رح نعبي الفراغ باستخدام كلمة a few and a little. هون وفر عليك، أعطاك a few and a little يعني قليل وبكفي، سواء كان كمية أو عدد معدود أو غير معدود. أنت هون بس بدك تميز وين المعدود وين غير المعدود. خلينا نشوف number one. There are apples on the tree. كلمة apples، ندور الناون ونشوف الناون. وأصلا قبل ما إحنا نروح على apples، بدل إحنا استعملنا are أكيد رح يكون جمع يعني شيء معدود. فشو رح نستعمل، a few ولا a little؟ شو برأيكم؟ Yes, excellent. A few. معدود. There are a few apples on the tree. Yes, excellent. Number two. There is. مجرد ما أنا شفت is، يعني قبل ما أروح على النون وأشوف إنه water، water سوائل وهي غير معدود كميات، على طول أنا مجرد ما شفت is بعرف إنه لازم أستعمل what؟ A little. Yes, a little. There's a little water in the bottle. ماشي؟ كمية قليلة لكن بتكفي في القنينة، كمية ماء، كمية غير معدود. Number three. I can see empty seats in the theater. هون الجملة شوي صعبوها عليكم لكن أكيد هي سهلة. أنا أستطيع أن أرى empty seats. Seats اللي معناها مقاعد، وهي جمع أوكي، وجمعة بأس الجمع. Empty seats مقاعد فارغة، بما أنه مقاعد وهي شيء معدود فأكيد شو رح أستعمل؟ Yes, a few. I can see a few empty seats in the theater. Number four. We can spend time in the museum. Yes, excellent. سامعيتكم. Time، وقت لا يعد. Time غير معدود. الوقت لا يعد. على طول شو بدي أستعمل يا رابع؟ A little. Yes, a little. Can I have lemonade, please? ليمونات اللي هي لمونادة، عصير الليمون. طيب العصير، السوائل مالها غير معدود، معناته شو رح استعمل؟ Number six. Billy gave sweets to his sister. Sweets، حلوة، حبات الحلوة تعد، معناته شو رح استعمل؟ Yes, excellent. A few. Billy gave a few sweets to his sister. Complete the questions with how many or how much. Complete the answers with only a few or only a little. هون جمعوا لكم إذا how many and how much، كم عدد وكم الكمية، والإجابة رح تكون بكميات قليلة، يا إما a few or only a little. A few or only a little. هسا رح تيجي تحكي يا مس طب انتي ليش ركزتي لنا على little و a little few؟ حلو انك تعرف القاعدة كاملة، حلو انك تفهم القاعدة كاملة، وبعدين لما تيجي بدك تشوف التمارين بتكون التمارين اسهل. حلو انك تعرف القاعدة كاملة وتركز عليها ولحد الان الامور تمام صح؟ طيب خلينا نشوف نمبر 1. Chocolate has she got. بما انه عندنا كلمة chocolate، برأيكم chocolate معدود or غير معدود؟ هل هي معدود countable or uncountable؟ هي غير معدود، تعتبر الشوكولاتة غير معدود لأنه أصلها من الكاكاو بودرة، وأصلا هي سائلة فتعتبر إلا إذا كان الجملة عن ألواح الشوكولاتة أو بسكويت الشوكولاتة، هذاك الشيء بيختلف. إحنا الآن بنحكي عن كلمة chocolate لحالها. chocolate تعتبر الشوكولاتة الساخنة أو الشوكولاتة البودرة، فإحنا هون ما حكينا عن ألواح الشوكولاتة، ما خصصنا، فتعتبر غير معدود. How much؟ تمام؟ يعني حبيت أوضح عشان ما يصير عندكم لبس بالموضوع. إذن how much chocolate has she got؟ She has got what؟ بما أنه غير معدود، only what؟ only a few or a little؟ Only a little. She has got only a little. كمية قليلة لكن تكفي من الشوكولاتة. Number two. Cakes did they eat? Cakes.
حبات الكيك. شو نستعمل إلهم؟ How many or how much? Yes, how much cakes did they eat? They ate or they ate. Ate اللي هي verb 2 من eat. شو رأيكم؟ بما إنه okay, how many? Okay, sorry, how many. هلا أنا عارف إنه how many لكن على طول كتبتها من دون ما أركز. هلا how many cakes أكيد لأنه معدود. بما إنه معدود فشو رح نختار؟ أكيد a few. إذن a few or only a few. Okay, number three, CDs. Did you buy? I bought CDs. معدود. إذن how many? How many CDs did you buy? I bought only a few. Number four, money. Did he spend money? المال, النقود. المال أو النقود زي time. ما بينعدوا. فأكيد how much? How much money did he spend? كم كمية المال التي أنفقها؟ He spent only a little. Only a little. Number five and six, you have to write them as a homework. Okay. بدك تشوف شو بدك تستعمل هون. يعني how much or how many. And here only a little and only a few. Okay. This is a homework. Now, look at exercise number three. Write your own sentences. Use words from each box. We have two boxes here. There is and there are, a little and a few. And we have two pictures here. Number one, we have cakes. Cakes. إذن cakes هو عبارة عن شيء معدود. شو رح نستعمل له أكيد؟ There are a few cakes on the plate. Okay, there are a few cakes on the plate. Number two, we have here a jug and a little water in the jug. There what? There is or there are? There is a little water in the jug. There is a little water in the jug. Goodbye.